السلام عليكم الاخوان. اليوم غتشوفوا معنا واحد صاحبي ميكانيك اللي دا ارخص طوران في المانيا. اليوم ان شاء الله يا ربي غتشوفوا معنا السياره هذه اللي ضربه واحد شويه ديال الكيلومتراج، وغادي تشوفوا وتعرفوا التوران فاش تكون ضربه الكيلومتراج شنو هما العلامات اللي غتبقاو تلقاو فيها. دابا هو راه باغي يغسلها، قال لك اسيدي ما ندوزوها في الفيديو حتى تغسل، حنا خليناه واللي هذا غادي نستغلوا هذه القضيه هذه باش نقول لكم شحال داير ثمن الغسيل هنايا في المانيا. المهم انتما كما كتشوفوا هنا كتجي تغسل بوحدك، كتجي غير هنا فينا كتحط الفلوس، عزل داكشي اللي بغيتي ولا بغيتي تخلص بالكارطه، كلشي موجود. يلا هو ضرب لا غسيله ونشوفوا كيفاش. ودابا حنا واصلين المرحله ديال كتشوفوا راه كيشل الطوموبيل، راه هو تيلاقي المسائل هذه كما كتشوفوا تي دي اي دي والاي بالاحمر، كتعني بان هذه السياره هذه فيها 140 دالخيل. الا كانت غير الاي اللي من هنا هي اللي حمراء بوحدها كتكون الدراري فيها 105 دالخيل. هذه واحد المعلومه باش يعرفوها كاع الاخوان. دابا راه غادي تشلل ان شاء الله، غادي نديوها شويه نريسبيريوها من لهيه وان شاء الله يا ربي نقول لكم شحال باش تقدا هذه السياره الحباب. صافي دابا راه كيضربها بالفريو، حيت هاد الماكينه هادي راه فيها 6 ولا 7 ديال لي زوبسيون، كاع داكشي اللي خاص بالطوموبيله تقدر ديرو تمايا. لوح غير الفلوس ودرك على الاوبسيون اللي بغيتي. صافي دابا راه كيدير هذاك البريو هي سالات ديال السياره لهيه. دابا جينا للريسبيراتور كما كتشوفوا، الغسله اللي هي تقامت علينا ب 60 6 الاورو، قولوا 60 درهم، والريسبيراتور هنا راه فابور فابور ريسبيراتور تشبع. دابا انتم خويناها شوفوا شنو كان هاز معاه، وراه ميكانيسيان كاع الماطريال عنده وباليزا دير فيها الكومبليزا وكذا، كيجيب ربي شي بريكور في الزنقه بالزربه كيلبس كيفرش كيتوكل على الله ما كيوخرش. ها انتم تبارك الله وصل عندي. هنا كما كتشوفوا صافي سالينا، فوقت غير ريسبيراتور الريحه باش فاش كيسالي البريكو ديالو عاوتاني كيدوش هنا هو هنايا. يلا خا الميكانيك قالنا والو، اه الله يبارك سير على الله سير، نشوفو لكم شحال باش دا هادي واحد الثمن، سير على الله. من بعد عملية الغسيل هانتوما كيما شتو كيما قلت لكم عملية الغسيل الإخوان تقامت ب 60 درهم 6 الأورو برا والداخل في ألمانيا تبارك الله الإخوان. هذه هي السيارة كما كتشوفوا، السيارة اللي معنا ضربة أكثر من 300,000 كيلومتر، يعني الإخوان سطروا معايا أكثر من 300,000 كما كتشوفوا. الأضواء الإخوان كزينو، هي كي خارجة نهار الأول راه خارجة تبارك الله بليزوبسيون موجودين، وطاحت في الأخ ديالنا اللي هو ميكانيك غادي يزيدها الإخوان. هانتوما كما كتشوفوا الكزانو كما قلت لكم، وعندنا الطوا اوفغون الله يبارك. السياره الاخوان كانت في حله زوينه بزاف، لان السياره كانت عند الماني، والالمان الاخوان صراحه شري من عندهم بعينك مغمضين، لانهم الوقت ديال تبدل الزيت كيبدلوا الزيت كيديروا الاخوان كل شيء. هانتوما هذه هي السياره، السياره يعني ما فيهاش الاخوان شي ضربات ولا شي حاجات اللي معيقين زعما. هانتوما وراكم عارفين يعني 306,000 كيلومتر الله يبارك الاخوان. هذه هي السياره كما كتشوفوا، السياره راه ديزل ضروري 140 ديال الخيل. دابا تشوفوا المحرك، وهانتوما الاخوان هذا هو واحد بعض العلامات اللي كيبداو يبانوا في سيارات الفولكس فاغن فاش كتكون ضربه الكيلومتراج، هما هادو كما كتشوفوا لي توش كيوليو الاخوان كيبياضوا. هانتوما دابا السياره ضربه 300,000، هانتوما شو كاع هذا الماتريال هذا كيبدا الاخوان يبان فيه الدق. وانتم شوفوا الفولو عاوتاني حتى هو الشوه كيولي يبان. هانتوما هذا فولو ضرب 300,000 حاجه نورمال، وكما قلت لكم نهار الاول الاخوان راه هو السيد خرجها بلي اوبسيو ديالها الله يبارك. كما كتشوفوا راه 300 راه كما كنقول لكم 307,000 وباقيين غادي نشوفوا يعني السعر باش داها. السيد خرجها نهار الاول الاخوان بالكوير سياره الله يبارك. وهانتوما كما كتشوفوا من الداخل ها هي هادي يلا كيزادها الاخ ديالنا السيد راه ميكانيك، يلا كيهضر دار لها الكاميرا من اللور بحال راه كيحلق عليها مزيان مزيان. حتى هنا كما كتشوفوا كاع الاخوان هاد اللي تشهدوا تيبان فيهم الاخوان الضغط. هذا بالنسبه للسيارات ديال فولكس فاغن، والسياره الاخوان كما كتشوفوا راها مانيوال، وهذه راه هو اللي صاوبه هاد اللعيبه هادي الدراري، راه هو اللي صاوبهم اللي كتشعل. ها هي دار لها الكاميرا من اللور، المهم دار لها هنايا الالعاب كاملين دارهم، وهادشي باش مزيان بنادم يكون عنده الصنعه. ومع الاخ ديالنا الاخوان راه ميكانيسي الله يبارك، هادشي باش مزيان الواحد يكون عنده الصنعه. وكما كتشوفوا واخا 300,000 باقا خصني نديماريها باش يتسدى الاخوان الطوا كما كتشوفوا. هذه هي من الوراء الاخوان طونوبيل، صراحه بالنسبه للكيلومتراج ديالها وبالثمن اللي داه هو راها نقيه بزاف، وفيها حتى لي سياج ريسكال دابل كما كتشوفوا، كل شيء خدام لا كليم كل شيء خدام فيها الخوت.
الله يبارك الاخوان ديماراج الله يبارك اكثر من 300 الف لضربات السياره هذه. ودابا الاخوان غادي نهزوا الكابو باش نشوفوا المحرك فاخر الصناعه الالمانيه 2 لتر ديال فولكس فاجن المحرك الاخوان اللي مشهود له بالكفاءه ديالو. اجيوا اخوتي تشوفوا السياره كما كنقول لكم كنعاود لكم السياره ضربات 309 الف راه تبارك الله الاخوان، ولكن الالماني والفولكس فاجن ما تخافش. اجيوا تشوفوا معنا النقا اللي كاينه. اجي اخويا زومي شويه هنايا، بزاف الناس الاخوان كتبازي على نقاد الموتور. هذه الاخوان راه غير غطايه، هذه غير غطايه كما كتشوفوا كديرها هنا في خاصك تشوف النقاد الموتور. تبارك الله وصل عندك. كتشوفوا معنا كاع الاخوان البولونات، زومي زومي اخويا باش يشوفوا الناس مزيان. البولونات ما عليهمش الضغط بالله فايتين محلولين ولا شي حاجه مبدله، حيت هذا الموتور اخوتي عطيه غير الزيت ديالو، بدلو الفلترات، الفلتر ديال الزيت، الفلتر ديال المازوت ديالو، وما تخمم حتى شي حاجه. موتور مشهود له الاخوان بالكفاءه ديالو. ومرحبا الحباب، كما كتشوفوا معنا هذه هي السياره التوران. راني صورتها لكم حيت بزاف ديال الناس كيبغيو التوران وكيموتوا عليها. هذه الاخوان واحد الهوته اللي كنتلاقى بها الاخ ديالنا. المهم هو الاخوان بدل شي بوجيات، بدل شي حاجه، قولوا نقدروا نقولوا واحد 200 اورو ديال الخدمه، عاود فيدون جديد وكذا، ولكن السياره تبارك الله وصل عنبي بيرفكت كما كتشوفوا معنا. وهذه السياره هذه كما قلت لكم يعني ضاربه اكثر من 300 الف، راها ماشيه داها ب 2500 اورو الاخوان، جوج ديال المليون ونص مغربيه. المهم اخوتي بالنسبه هذا الحديد باش نقول لكم الصراحه ان الاخوان ما كنتوسطش فيه، لان انا ما كنصحش الناس تجي من البعيد باش تشري شي حاجه بحال هكذا. يعني بنادم غادي يجي من اسبانيا جاي بالمركوب وبالوطيل باش يشري المانيا باش يدي واحد الحاجه اللي ضاربه الكيلومتراج، ما كنصحش بها. لا وقت تجي المانيا جي دي شي حاجه نقيه، فهمتوني؟ ديك الفلوس اللي غتخسرهم في الفواياج وفي الوطيل اللهم زيدها تما فيك انت، ومهم تقدر تجيب بها شي حاجه مزيانه. ومهم الاخوان ما تنساوش تعطونا الراي ديالكم اخوتي في هذا السعر اللي دا بها هذه السياره هذه، وقولوا لنا في البلدان الاخوان اللي كتعجبوا فيهم شي سياره بحال هذه لي كونديسيون شحال نقدروا نجيبوها. ومهم الاخوان كما العاده تحياتي لكم ياسين جرمان.